مودز تكشف توقعاتها لسعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال 2024. كشفت وكالة مودز العالمية لتصنيف الائتمان على توقعاتها لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال العام المقبل 2024 في خضم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري. وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن يجري البنك المركزي خفض كبير من سعر صرف الجنيه خلال الربع الأول من العام الجديد، على أن يواصل الانخفاض التدريجي حتى النصف الأول من العام. وأضافت أنه من المتوقع أن يسجل سعر صرف الجنيه أمام الدولار متوسط ما بين 45 و50 جنيها خلال العام 2024 حال اتباع الحكومة سعر صرف مرن مقابل 31 جنيها للدولار في السوق الرسمية. وأشارت إلى أن مواجهة الخفض الجديدة سيؤدي إلى استمرار معدلات التضخم المرتفعة.